بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى نهاية الوحدة الخامسة إلى درس نشاطات الغلق والتلخيص. لقد استخدمنا مصطلح الخطبة أو الخطاب للدلالة على أي حديث مسترسل يلقيه المتحدث بحضور جمهور من المستمعين. بناء على هذا المفهوم صنف المواقف التالية إلى مواقف منتمية وغير منتمية. معلم يشرح الدرس لطلابه، طبعا ده ممكن يخش في مصطلح الخطبة. طبيب يصف لمريض حالته المرضية وكيف استخدم الدواء، طبعا ليس فيه جذب الانتباه ولا الانفعالية ولا استخدام لغة الكسب، هذا طبعا لا يدخل من ضمن الخطاب. مدير مدرسة يناقش أحد الطلاب حول مستواه الدراسي، برضو لا يدخل من ضمن مجال الخطبة. أحد الخبراء يقدم ورقة عمل في مؤتمر علمي، طبعا ده من صميم الخطاب. رئيس دولة يلقي كلمة بلاده في إحدى المؤتمرات القمة، برضو من الأشياء الأساسية التي تستخدم فيها مهارات الخطاب. مذيع تلفزيوني يقرأ نشرة الأخبار، طبعا شوف هذه ممكن تدخل في إلقاء ويستخدم فيها مهارات الإلقاء، لكن دون انفعال ودون استخدام تعبيرات الوجه. سؤال 2، ارسم شكلا او جدولا يلخص مهارات الخطابة والإلقاء، حاول ابتكار تصنيف جديد. اما تيجي ترسم، طبعا تقسم الصفحة نصين عند او افق او راس زي ما تحب، وترسم الخطابة لها مهارات لحالها والإلقاء برضو لها مهارات لحالها. طيب سؤال 3، في ضوء مهارات الخطابة والإلقاء حدد الأسباب التي تجعل دروس بعض المعلمين مملة قلة النفع. ليه؟ أولا لا يقدم لدرسه مقدمة مشوقة تجذب انتباه التلاميذ. تاني حاجة لا يستخدم الوسائل الموضحة التي تجذب انتباه التلاميذ. ثالثا لا يتفاعل مع التلاميذ من خلال التغذية المرتدة والنقاش والحوار. طيب رابعا اكتب وصفة إرشادية لصديق يطمح أن يكون خطيبا ناجحا. طبعا دراسة، أول حاجة دراسة مكونات الخطبة، لازم يعرف مما تتكون الخطبة، وأيضا دراسة مهارات الخطيب المتعلقة بكل منهم. يبقى عندك الخطبة والخطيب والمستمع والوسيلة. لو درس هذه الأشياء دراسة علمية سوف يكون خطيبا بارعا. 5، طبعا هذه أشياء يجيب عليها الطالب ذاتيا. هل تشعر بحاجة إلى مزيد من التعلم ما أعرفه سابقا من درس الخطابة؟ ما تعلمته؟ ما أريد معرفته؟ بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الوحدة الخامسة، وحدة الخطابة والمهارة، مهارات الإلقاء، وحدة التواصل الشفوي. ونتمنى لكم مستقبل باهرا ودرسا نافعا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.